مامي أنا بحبك، ما كنتش حابب أحطك موقف زي ده. أنت عارفة كده صح؟ صح؟ أمي خدت مني حاجة غالية جدا، أبويا لازم أخليها تعيسها، لازم أندبها. أنا قررت أخد حاجة غالية عليها. لا لا على فكرة. انت اللي غريب، غريب جدا يعني ما خلصتش الدنيا ما لقيتش غير صاحبتها بتلف عليها. انت ازاي بتحبها وفي نفس الوقت بتخونها؟ انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده. لا انا بكلمك بس عشان افهمك انك انت غلطان. هي اللي صح. مريح دماغك على الاخر. ايه بقى في ايه على الصبح؟ على فكرة انت بقيت تكراني وما بقيتش تقلي كلمة. عشان بقيت الجلسة. الله يسامحك، انا الغلطان اني جيت لك. ليه بقى ان شاء الله؟ عشان نزلت قبلك. والله ده كرم اخلاق مني. تصدق بالله انا الغلطانه. انا عشان تعرف اني انا احسن منك واجدع منك الف مره، عشان تعرف الفرق ما بيني وبينك جيت لك النهارده عشان اقول لك هابي بيرثدي. كل سنه وانت طيب يا عم. والله مش عارف اقول لك ايه. هتقول ايه غير انك انت قليل الذوق، ما بتعرفش تتكلم مع البنات، وانا مش عارفه يا سلمى بتحبي فيك ايه. احنا هنلبخ تاني؟ يا ربي تصدق بالله. استفلوا مع بعض، انتوا حرين. انا همشي. رايحه فين؟ عندي شغل وعندي بنك وعندي كوافير وعندي جيم. يلا يلا مش فاضي. ايوه عايزه تقولي انك مهمه يعني. لا مش مهمه، بس بصراحه سلمى قالت لي ما اقولكش ان هي جايه تقول لك كل سنه وانت طيب، وانا لازم امشي حالا عشان هي ما تجيش وتلاقيني هنا. بقى Thank you.
أنا حاسة زي ما أكون كنت في كابوس، ضيعت حاجات كتير حلوة كانت في إيدي. سلمى، طول ما احنا عايشين هنقابل حاجات كتير قوي في حاجاتنا، حاجات هتعلم، والشاطر اللي يتعلم منها ويفهمها. اتعلمت وفهمت لكن متأخر، بعد ما كنت ممكن أضيع مني أمي، بعد ما ضيعت أعز صاحبة عندي بغباء. وبعدين أنا غلطان إني طوعتك وسمعت كلامك ورديت أجيبك المقابر. كانت وحشاني، كنت عايزة أشوفها. ممكن أطلب منك طلب؟ اطلب. هتقدر تسامحني؟ طيب ممكن نأجل الكلام في الموضوع ده لوقت تاني؟ احنا اتأخرنا قوي على مامتك، يلا. أنا آسفة جدا والله تعبتك معايا إنك توصلني لحد هنا بجد يعني. لا مفيش أي تعب يا فندم، أنا كنت لازم أطمن عليكم. شكرا جدا. تشرب ايه بقى؟ لا ولا اي حاجه. انا كنت عايز صحيح اسالك على حاجه، انت فعلا عايزين تبيعوا الفيلا؟ ده بجد؟ ايوه بجد. ليه؟ بعد اللي حصل ده انا ليه ممكن اقعد هنا ولا دقيقه واحده؟ لا ازاي يا فندم، انا عايزك تعرفي ان احنا في ظهركم، ما تقلقيش من اي حاجه لو الموضوع موضوع كده يعني. ازيك يا استاذه سلمى؟ اهلا بيك. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. متشكر جدا انك انقذتيني. سلامتك. الله يسلمك. نادر شريف بيه حبيبي، يلا فرصة سعيدة. اتفضل يا فندم. مع السلامة. ازيك يا نادر؟ الحمد لله تمام. تشرب ايه؟ ولا حاجة، بعد اذنكم. لا استنى نادر، انا كنت عايزة بس اتكلم معاك شوية. انا اسفة جدا بجد على الاسلوب البايخ اللي كنت بتعامل بيه معاك. ما حصلش حاجة يا فندم ولا يهمك. خلاص، عشان اعرف ان انت مش زعلان يبقى لازم نتغدى معانا. والله مش زعلان يا فندم، معلش خليها مرة تانية بعد إذنكم. نادر، نادر، أنت عايزة أتكلم معاك. أنا أصلا ما كنتش فاهمة. إيه اللي ما كنتيش فاهمة؟ الفرق بين واحد يحب واحدة بجد وواحد يوهم واحدة اللي بيحبها. لكن أنا عقلي كان طول الوقت بيقولي إنك عمرك ما هتحبني ولا تحس بيا. أنت ليه بتقولي كده؟ عشان كنت منتظرة طريقة أحسن من اللي بتعاملني بيها. لكن أنا نسيت إن أنت بتحبش الكلام، بتعتبره دخان في الهواء، وأنا ما كنتش عايزة أسمع غير كلام. كلام يملى وداني، واحد يحسسني اني ملكه حتى لو بالكلام مش بالفعل. وبعدين اللي عملته مع صاحبتي كان صعب. هي سلمى الحب مش ان انا افضل اقول لك بحب ولا افضل اقول لك قد ايه انت جميله ومفيش زيك، وافضل اعيد وازيد في كلام معسول. انا اتعلمت من التجربه اللي احنا فيها دي ان الحب هو الاهتمام والامان. ازاي احسك واخاف عليك؟ لكن انت جرحتني. انا عمري ما جرحتك. انك تبص لواحده صاحبتي ده اسمه ايه؟ ما حصلش، هي اللي جريت ورايا وانت عارفه. انا شفتكوا بعيني. وبعدين انا كل اللي عملته اني خرجت معاها مره واحده بس. انت كذاب، خرجت معاها اكتر من مره، وفي مره خدتها وديتها كباريه. كباريه ما حصلش. ايوه حصل، وانا كنت سايبني هنا وانا خطيبتك قاعده في الفيلا ازقز لب وانت رايح بالكباريه تتفرج على رقاصه. يوه يا حبيبتي، ما هو انت اللي معقده، وكل ما اجي اتكلم معاكي تعملي لي فيها السبع رجال. فكي بقى. انت بتشبهني بالرجاله؟ ما اقصدش يا سلمى، انا اصلا قلت ان العلاقه دي بايظه اصلا من اولها ومش هتنفع.
سلمى.